كوكو كوكو يا حاجة، كوكو الزهرة مش موجودة في البيت. تشيس يا حاجة. تشيس بيس هاد ميداك في الأفاق. أوكي هذي كان جدا الفورمة تيفيات. أيوة صباح الخير، النهاردة السبت. كوكو رايح الامتحان دلوقتي بتاع الطيران بتاعها، وانا هنزل على الشغل. عندي شغل 4 ساعات وبعد كده تقريبا بقى اليوم فاضي، بس عندي حاجة كتير انجزها علشان السفر بتاع مصر قريب جدا. شبش فاتك جمعت شبويت من غبونش ليسي وقعد ليس ما معيش تسوف فاتي شو ماليبا؟ مسكول؟ شو حد لك أصابه ما حد لك خلاص شغل حالا وهطلع أقابل ميشو علشان رايح مشوار كده مع بعض يعني، وأنا جعان جدا جدا جدا. اركب. طب وليه بتلف اللفه دي كلها؟ انا في انت القصر الجمهوري بلف حواليه دوت ما تلفش وحش. صباح الخير. وصل اهو. بقول لك كده في ناس عملت خمنه صح؟ خمنه صح. انا اسف يا جماعه الصوت امبارح طلع وحش، بس ميشو قال لي شوف الميكروفون شغال ولا لا، كان معلق فعشان كده الصوت طالع من ناحيه واحده. يا رب يكون شغال دلوقتي. رايحين انا وميشو مشوار تقريبا ربع ساعه من هنا، وبعد كده عايز اكل على فكره، ما اكلش حاجه. احنا جايين عند ميكانيكي هنا تقريبا على بعد ربع ساعة يعني من البيت عندي، علشان ميشو بياخد عربية واحد صاحبه يوديها عند بيته عشان صاحبه ده مسافر والعربية خلصت عند الميكانيكي. انا هو كان فيها ايه؟ هي التربو بتاعها. هي دي فيها تربو؟ ايوه يا ابني، انت مش مستقل بيها دي ولا ايه؟ خلي بالك دي العربية دي فيها تربو. العربية دي فيها تربو زي عربيتي. هتسوق انت دي؟ اه شباب تسوق انت دي بالتوفيق يا ريس. انا اسوق دي يا ريس. اتمنى لك رحله سعيده. عارف الطريق امشي وراك ولا اخلع عنه؟ امشي وراك. يا ريس انت حبيبي. مالك في بس ايه اللي مضايقك؟ احقر عربيه ركبتها في حياتي. ليه كده؟ شكلا وموضوعا ده فيها تربو يا ابني. يا عم دي 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 ده انا كنت هرجع. ايه دي يا حنا عفنه شكلها خفيف؟ ايه القرف ده؟ معلش دي وجعت لي ظهري والله في العشر دقايق والله. سلام يا دولي حبيبي، اشوفك بعدين. يلا سلام. يلا يا مان حبيبي سلام. حاليا انا وصلت البيت، انا وكوكو نازلين حالا رايحين مدينة تبعد عن هنا تقريبا نص ساعة، علشان كوكو عايز تجيب فستان، لان احنا ان شاء الله نازلين قريب مصر ثم 5 ايام بسرعة يعني، معزومين على فرح يعني، فكوكو محتاجة فستان للفرح ونفس المعاناة تقريبا بتاعت كل فرح. يا حاج ايش هب اوخ هونجا انا جعان. يا بدا نخيفو احنا اليوم راح مننا مش عارف ليه يعني، نمنا و اوكي انا نمت، كوكو قعدت تذاكر شويه، نازلين حالا نبص على الفستان بسرعه، وانا رايح ارجع الميكروفون اللي انا صلحته. يلا حاج. الجو في المانيا فيه عاصفه جت من شويه، بس يعني مش عاصفه جامده، تالت عاصفه تقريبا في خلال اسبوعين ولا ثلاثه، امطار وهواء شديد جدا، فالجو للاسف في المانيا مش مساعد اي حد انه يخرج او يعمل اي حاجه. يعني احنا لو كنا حتى نزلنا بدري ما كناش هنعرف نتمشى في الشارع ولا اي حاجه، لان في امطار فدايما الواحد بيستخبى في المحلات. بالقلم عشان ما تكهربش. السلاح بتاعي يا حاج العب.
unterbricht während der Aufnahme. Stecker scheint Kontaktproblem. Der Eindrücken des Steckers im Buchse das Problem wieder behebt. Alles klar, vielen Dank. Ciao, ciao. اوكي قدامي 5 ايام المفروض الميكروفون دوت يتصلح ولو ما اتصلحش هضطر اجيب واحد تاني قبل ما اسافر انا عندي واحد تاني بستخدمه بس محتاج واحد احسن يعني فادعوا لي بقى في الفتره انا بصلح فيها الميكروفون كوكو كانت بتعمل شوبينج المشكلة ان في عندي حادثة صغيرة كده حصلت من كام يوم مش حادثة يعني للميكروفون التاني اللي انا بستخدمه الا وهو ان الميكروفون كان جنبي على العربية والكاميرا ومرة واحدة ظهر كلب في الشارع فانا فرملت جامد جدا لان الكلاب هنا اهم من بني ادمين فالميكروفون وقع على الارض وقع على الكابل اللي ورا فالكابل اتقسم نصين نص فضل في الكاميرا ونص بقى في الشارع في الارض يعني بس ما ادريش ايش فالميكروفون اللي هو صغير اللي اسمه المايكرو دوت عايز كابل جديد والميكروفون اللي انا وديته اتصلح دوت كابل ملخلخ يعني بيسجل تقريبا فيديو وفيديو لا والميكروفون اللي بستخدمه دوت هو اللي عمل بوظ الصوت امبارح فثلاث ميكروفونات مش هينفع كده مش هينفع اوكي لحقنا بسرعه قبل ما يقفلوا ان احنا نجيب يعني جاكيت وتيشيرت وبنطلون وبتاع كلوفليش العب ناكل لا ليه كده اليوم بتاعي كده خلص في المول دوت انا وكوكو هنجيب حاجه ناكلها دوفيتس اسمها اسمها دو يا اوكي انا جعان بس ما اعرفش كوكو جعان ولا لا نمو ان كرانش اوكي كوكو تاكل حاجه صغيره وبعد كده نروح البيت ننهي الفلوج علشان الدنيا بتمطر اوكي اشترينا ايه ده ولا كوكس يلا اشترينا انا وكوكو اكل مكسيكي سريع وماكس مكسيكانش ها اسمه شيدوبا التقليد بتاع شيبوتلا اللي انا اشتغلت فيه فيستو؟ شمكت؟ تاكو؟ اوكي كان ايش ماين تاكو هاب؟ ايه هاب داش فلايش لون Du hast schon dein Burrito hier. Ich habe gerade صراحة انا لازم ادي العدسة دي حقها لان انا بالعدسة بتاعتي عمري ما كنت اصور كده بالليل بصوا الاضاءة عاملة ازاي النويز قليلة اللي في الجنب مقارنة بالعدسة بتاعتي مش هعمل مقارنة ولا حاجة بس كوكو بتتكلم مع بابا على التليفون وانا هطلع لفوق ناكل و بس كده صح حك بس كده ماشي وبكده نكون وصلنا لنهاية اليوم ونهاية الفلوج واشوفكم بكره لايك ايوه سبسكرايب لانكسام اكونت انت بتقريهم من فوق ولا ايه يلا يا عم بلاقيه وهفن انهفن